من المنتظر أن تحتضن بلادنا قمة حول تحالف في الساحل يحضرها قادة دول مجموعة الخمس في الساحل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعديد من ممثلي الشركاء الدوليين. ويؤكد انعقاد هذه القمة في بلادنا رغم التحديات الصحية التي تفرضها جائحة كوفيد-19 يؤكد ضرورة حشد الموارد المالية واللوجستية لمواجهة الخطر الإرهابي في منطقة الساحل. الإرهاب وهشاشة الاقتصاد والظروف المناخية الصعبة وجائحة كورونا التي ما زالت تفتك بالبشرية تحديات من بين أخرى تعيق مسيرة التنمية والتقدم المنشود في دول مجموعة الخمس بالساحل، بل إن تأثيرها يتسع ليشمل المنطقة والعالم أجمع، وهو ما يتطلب المزيد من تضافر الجهود والتنسيق المشترك بين دول المجموعة وشركائها في التنمية من أجل التخفيف من تداعياتها، وخاصة جائحة كورونا التي ألقت بظلالها الثقيلة على مناحي الحياة جميعها في العالم. جهود قادة دول الساحل في مواجهة هذه التحديات الأمنية والاقتصادية وحشد التمويلات واستقطاب الاستثمارات بدأت مبكرا وبوتيرة متسارعة بعد تولي بلادنا قيادة المجموعة، حيث توجت قمة نواكشوط الطارئة بإعلان طالب المنظومة الدولية بإلغاء كامل ديون القارة الإفريقية ومساعدتها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا على الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة وضرورة تكثيف الجهود لكسب رهان المعركة الكبرى ضد التطرف والعنف. مطالب أكدت عليها قمة بروكسل بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة الخمس بالساحل التي ترأسها رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني إلى جانب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي السيد شارل ميشيل، كما جددها رئيس الجمهورية أمام الحاضرين في قمة دول عدم الانحياز. هو إذن حراك دبلوماسي مكثف قادته بلادنا الرئيس الدوري للمجموعة من أجل حشد المزيد من الدعم لخطط المجموعة الأمنية والتنموية، وقد بدأت المنطقة تجني ثماره من خلال ما حصل من دعم ووعود بالدعم من عديد الشركاء، ثمار من المنتظر أن تتعزز بما ستتمخض عنه قمة نواكشوط الحالية التي تجمع كافة الأطراف المنضوية في إطار التحالف من أجل الساحل لبحث قضايا تتعلق بالأمن ودعم القوات الوطنية والقوة المشتركة لدول المجموعة، كما ينتظر أن تتم برمجة تعهدات الشركاء الدوليين في المجالين الأمني والتنموي وبحث سبل تسريع تنفيذ البرامج الاستثمارية ذات الأولوية في المنطقة، إضافة إلى حشد دعم دولي أكثر فعالية وتناسبا مع التحديات المطروحة لدول المجموعة وخاصة جائحة كوفيد-19 وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية السلبية على شعوب المنطقة. نتائج تعلق عليها دول المجموعة آمالا كبيرة في تجسيد بنود خارطة الطريق التي وضعتها بلادنا فور تسلمها للرئاسة الدورية للمجموعة، والتي تتكون من خمسة محاور رئيسة في مقدمتها الأمن والتنمية وخلق جو من الوئام والانسجام داخل مجتمعات المجموعة ضمانا لتنمية مستديمة. وللوقوف أكثر على مستوى التحضيرات الجارية لانعقاد هذه القمة في بلادنا نربط الاتصال بموفدينا المختار بابا والأحمد من مطار نواكشوط الدولي أم التونسي وسعيد الحبيب من المركز الدولي للمؤتمرات المرابطون. أهلا وسهلا بكما، نبدأ معك المختار بابا والأحمد، أين وصلت التحضيرات على مستوى مطار نواكشوط لاستقبال هذه ضيوف هذه القمة، وماذا عن التحضيرات حتى الآن؟ على مستوى مطار نواكشوط الدولي أم التونسي الذي نتواجد فيه هذه اللحظات، كل الترتيبات اللوجستية والفنية تم اتخاذها على المستوى الأمني، على المستوى الصحي، على المستوى الإعلامي أيضا. أبدأ بالتحضيرات الإعلامية، حيث أكملت قناة الموريتانية بطواقمها الفنية والصحفية جميع الترتيبات الفنية المتعلقة بضمان أو تأمين تغطية إعلامية
إعلامية شاملة لتوافد الوافدين ضيوف قمة نواكشوط ابتداء من ساعة الصباح الأولى من يوم غد على مستوى القناة وفرقها يرابطون هنا ليل نهار على مدار الساعة لضمان تغطية تليق بهذه القمة. على المستوى الصحي وما يتعلق بالوقاية أو الاحتراز الإجراءات الاحترازية، قبل قليل أكملت اللجان الفنية المكلفة بتعقيم المطار أكملت جولة جابت الأزقة والصالات والقاعات الكبرى بتعقيم هذه الأماكن كلها، تم تعقيمها تعقيما شاملا. أيضا على مستوى الترتيبات الأخرى داخل الصالات كل الأمور تجري على قدم وساق، المعنيون أكدوا استعدادهم المطلق، لم يبقى إلا أن تبدأ مع الساعات الأولى حركية طيران طالما انتظرها هذا المطار كما تعلمون منذ أشهر وقد هجره الناس وتوقفت الطيران، حركة الطيران هنا بسبب جائحة كورونا. يتوقع غدا صباحا أن تعود الحركية على الأقل 24 ساعة المقبلة، وهذا إن دل على شيء يدل على أهمية القمة المرتقبة. نعم. نظرا لحجم ضيوف الوافدين إليها خاصة رؤساء الدول الأربع. نعم. هذا على مستوى المطار أما فيما يخص التحضيرات الجارية مشاهدينا الكرام على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات المرابطون، فحبذا سعيد لو وضعتمونا في الصورة هناك كذلك. تماما، وكما أشار الزملاء من قبل فإن الاستعدادات اكتملت بشكل كبير على مستوى المطار وكذا على مستوى قصر المؤتمرات حيث نتواجد حاليا. ربما تتابعون معي هذه الصور، وهي للقاعة، هي صورة لقاعة الخاصة للاجتماع الجلسة المغلقة التي ستنعقد في بداية يوم غد إن شاء الله بعد اكتمال وصول الوفود. الاستعدادات اكتملت حسب ما أخبرنا المعنيون عن قصر المؤتمرات المرابطون. هذه القاعة التي ستخصص للجلسة العامة المفتوحة والتي ستشهد أيضا انعقاد المؤتمر الصحفي المبرمج ضمن فعاليات هذا المؤتمر في ختام الجلسة الافتتاحية. هذه قاعات مجهزة، أماكن الضيوف حددت أسماؤهم وكل الأدلة التي تربطهم بهذه القاعة بشكل سلس يجعل هذه القمة محضرة بشكل جيد. ربما هذه الصور أكبر دليل على مدى الاستعداد الذي وصلت إليه الإجراءات على مستوى قصر المؤتمرات. كانت هنالك إجراءات أخرى استباقية من بينها الفحوص التي أجريت لكل المعنيين بهذه المؤتمر، وذلك لضمان الأمن الصحي لأنه لا يقل أهمية عن الأمن بمفهومه الآخر. يعني المؤتمر يأتي لأول مرة بشكل مباشر بعد إغلاق العالم وإغلاق حركة التواصل بين الدول بشكل مباشر، فهو مؤتمر واقعي بعد سلسلة لقاءات افتراضية وعبر الفيديو كونفرنس، وبذلك يكسر ذلك الروتين الذي تعود عليه العالم منذ أكثر من 4 أشهر بسبب جائحة كورونا. هذا المؤتمر يشهد إقبالا كبيرا واهتماما إعلاميا منقطع النظير بالنظر إلى انعقاده في بلادنا التي استطاعت بحسب المراقبين أن تثبت يعني مكانتها وأهميتها ودورها البارز ليس في تحالف الساحل ولا في منطقة الساحل وإنما على المستوى الدولي. لذلك هذا المؤتمر يشكل يعني تجسيد لإرادة دول المنطقة في تنفيذ الاتفاقيات والعقود واللقاءات التي جمعتهم ومضامين اللقاءات التي جمعتهم من قبل، سواء في بو الفرنسية أو سواء في مؤتمرات أخرى تم تنظيمها عبر فيديو كونفرنس فيما بعد، من أجل تجسيد تلك الرؤية الموحدة لمواجهة يعني آثار الإرهاب في الساحل، وكذلك لمواجهة آثار هذه الجائحة التي أضافت عبئا على عبء
في هذه الدول وفي هذه المنطقة، وكذلك سعي دول المنطقة لإلغاء المديونية، لأنه في الحقيقة هذه الدول تأثرت كثيرا من المديونية، ثم جاءت جائحة كورونا لتضيف للأسف العبء على هذه الدول. والكثيرون يتوقعون أن تكون هذه القمة قمة مفيدة وناجحة وتخرج بنتائج تمس حياة الناس بشكل مباشر في هذه المنطقة، بحيث يمكنهم توقف. شكرا جزيلا لك سعيد والحبيب، كنت معنا من المركز الدولي للمؤتمرات مجموعة الساحلي.